نسب الأسرة المالكة يرجع إلى 200 سنة قبل الإسلام، وذلك عندما هاجرت قبيلة بني حنيفة من الحجاز إلى وسط شبه الجزيرة العربية وأسست دولة موحدة مركزها حجر الإمام التي هي الرياض. أما جد الأسرة المالكة وهو الجد الرابع عشر للملك سلمان حفظه الله مانع مريدي، فكان يسكن في شرق البلاد في بلدة اسمها الدرعية، فتلقى دعوة من ابن عمه ابن درع في سنة 850 للهجرة للانتقال إلى وادي حنيفة، فأقطعه موضعين المليبيد وغصيبة وأنشأ بلدته الجديدة الدرعية نسبة إلى بلدته شرق البلاد ونسبة أيضا إلى الدروع من بني حنيفة. وتعاقب أبناء مانع المريدي وأحفاده على تولي الإمارة في تلك البلدة حتى وصلت الإمارة إلى مؤسسة الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود، وقام الدولة السعودية الأولى. ثم تعاقب على حكمها أبنائه الأئمة عبد العزيز بن محمد وسعود بن عبد العزيز وعبد الله بن سعود. ثم قامت الدولة السعودية الثانية واتخذت طبعا عقب بعدما تعرضت للهدم اتخذ الرياض مقرا لعاصمته، فأقامت الدولة السعودية الأولى وتعاقب على حكمها عددا من الأئمة وآخرهم الإمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك المؤسس عبد العزيز حفظه الله. طبعا أستاذ هذا نبذة مختصرة عن جميل. طيب جميل دكتور، بالنسبة للإنجازات الحضارية لملوك المملكة بودنا لو يعني تعطينا لمحة تاريخية عنها. نعم، أولا نبدأ بالملك المؤسس عليه رحمة الله. طبعا يمكن تقسيم فترة المغفور له إن شاء الله إلى فترتين، فترة توحيد البلاد واستمرت 32 عاما، والفترة الثانية فترة بناء الدولة واستمرت 22 عاما. طبعا قام الملك طبعا فترة بناء الدولة تداخلت ايضا مع فترة التوحيد، فأنشأ مديرية المعارف قبل توحيد البلاد، وهذا يدل على ان الملك المغفور له كان يهتم ايضا ببناء الدولة وهو في مرحلة توحيد البلاد. طبعا بعد توحيد البلاد بدأ الملك المؤسس رحمه الله مشروعه في بناء الأرض والإنسان، فأقام عددا من الإنجازات ومنها إنشاء أول وزارة في المملكة العربية السعودية وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وكذلك أنشأ العديد من المديريات مثل مديرية التعليم ومديرية الصحة، واهتم أيضا بالحرمين الشريفين، وأيضا بدأ التنقيب في عهده التنقيب عن البترول، وبدأ عصر التحضر في سنة 1357 بعدما اكتشف البترول. أما الملك الثاني من ملوك هذه البلاد الملك سعود عليه رحمة الله له العديد من الإنجازات التي أسهمت في ترسيخ مفهوم الدولة، حيث افتتح أول جامعة في الجزيرة العربية وهي جامعة الملك سعود بالرياض وغيرها كثير من الجامعات. أيضا ساهم رحمه الله في انتشار العلم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيته إن أعظم استثمار هو بالإنسان، وأنشأ أيضا مباني للوزارات. وعلى الجانب الاقتصادي أنشأ رحمه الله أول رصيف لاستقبال البواخر وأول صالة لاستقبال الحجاج، وأنشأ العديد من المستشفيات، وأهتم أيضا رحمه الله بتوسعة الحرم المكي. وأما الملك الثالث من ملوك هذه البلاد هو الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. فقام رحمه الله بإدخال العديد من التعديلات على اتفاقية شركة أرامكو البترول، فقصر حق امتياز البترول على المؤسسات الوطنية فقط، وكذلك كان له دور بارز في القضايا العربية والمصرية، وعمل أيضا على تقوية العلاقات السعودية مع بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية.